This meeting is being recorded. Lens by which by height. So we'll see, say V equal. طيب how to find the lens here? Point. How many square unit? One, two. And here for the lens will be two. For the height, one, 1, 2, 3, 4. four. So we multiply the three dimension to find the volume. Huh? What we multiply? We say two times two times four equal what? 16. Equal 16. Very good. Equal 16. طبعا ايه cubic centimeter because it's volume. Okay, I can find them by other way. We can say V equal area multiply by height. It's the same answer. So we will find the area for this square. The base area here is square. So we will find the area by using side by side. 2 by 2 equal 4. The area, the base area is equal. خلينا نكتبها ب A كده عشان بس ايه انا لخصتها لكم في area عشان بس تاخدوا بالكم ان هي الاريا اللي احنا كنا بنجيبها الاول، لكن هي المفروض تتكتب كده A sorry V equal base area multiply by height. So the base area is 4. 4 multiply 4 equal 16 cubic centimeter. يلا محمد يا ناصر، اسفين على التأخير، اتأخرنا على حضرتك. يلا اتفضل. زهق وعمل النضارة وراح البحر واحنا عاملين نتكلم. يلا يا محمد يا ناصر اتفضل. انا امس كنت عاوز اسال في السؤال ده جالي اتفضل. ها هو مش هنا عارف. مدينا الاريا مش مدينا اللينس والويتس. طب ما انا عندي رول اقدر استخدم منه الاريا على طول واقول في ايكوال ايه 36 بيز اريا مالتبلاي هايت، صح؟ مش محتاج ال والدبليو، ما هو من ملخص. بدل ما انا اللي كنت هعمل مالتبلاي هو عامل لك اوريدي مالتبلاي. 36 So V is equal 36 multiply by what? 10 10 equal 360 برافو عليك طبعا كيوبويك سنتيمتر. طيب ناخد اللي بعدها، CM3 دي أسهل واحدة فيهم. يلا يا ساشا اتفضلي اللي بعدها. في حد مش فاهم؟ فاهم يا يوسف؟ ها؟ لما فهمت بيديني كل البيز اريا بستخدم معلوماتي. الرول بتاع البيز اريا، ما يديني لينس وويتس وهايت بسيطة اقدر استخدم اي رول منهم سهلة. في ايكوال، يلا يا ساشا، في ايكوال لينس باي ساشا باي ويست باي هايت. برافو عليك. لينس تايم ويت تايم هايت. علي صوتك شوية يا ساشا يا سكر. في ايكوال اي لا اريا ايوه اللي هي مين؟ ما خلاص ما احنا اخترنا الرول ده. فين هنا ال ها يبقى 8 8 باي 20 باي 30 باي 30 ايكوال وات؟ 8 باي 20 باي 30 ايكوال 600. 8 باي 600 ايكوال 4800 كيوبويك تيتشر سنتيمتر. بتطلع الناتج ازاي؟ نعم؟ حضرتك بتطلع الناتج ازاي ده صح؟ سهلة. 2 by 3 equal 6. 6 by 8 equal 48. وال 2 zeros كده كده بنعديهم من الناحية التانية. سهلة جدا. التيبل، لا التيبل، التيبل يا جماعة، التيبل أهم حاجة في الماس عامة. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ finding the volume of the compound shape. يعني هنجيب volume بس مش لشيب واحد، ده هيكونوا two shapes
عاملين ايه شكلهم كده مع بعض، هما الاتنين مديني كيوب واحد، لكن هما في الاصل اصلا هما تو كيوب. بسيطة ازاي يا مس؟ بسيطة ازاي بقى دي؟ هو انا اعرف ازاي بقى هنا؟ اعمل في ون واعمل في تو. الله، ايه في ون وفي تو دي؟ يعني هات الفوليوم فور ذا فيرست شيب والفوليوم فور ذا سكند شيب، وبعدين هات التوتال فوليوم، يعني اعملهم بلس. طب تعالي نمشي كده بالخطوات اللي التيتشر قالتها. V1 V1 اللي هي اهي V1 equal what؟ فين ال dimension بتاعتها؟ ده انا عندي هنا ال dimension هو ال part ده ال length، وال part ده هو ال width وال length، وهو ده ال height بتاعي. طب يا ترى دول موجودين؟ تعالى اما نشوف. اول حاجة ال 5 already موجودة، ده مين؟ ال height، يبقى ال height موجود. تعالى اما نطلع كده ال height equal 5. طب فين اللينس يا تيتشر؟ اجيبه منين؟ بص كده لو انت خدت بالك هتلاقي at the other side we have 20. ال 20 دول في بارت منهم equal 8، يبقى ال part remainder ده equal what؟ يعني ال distance between two points دول 20، ففي بارت منهم انا عرفت ان هو equal 8. طب يا ترى الحتة اللي اتبقت دي بكام؟ نعرف أنا ما ها أعرفش. الخط. بصوا كده، بصوا معايا على الشكل اللي انا همشي عليه بالخط ما الاحمر. شكلين يا مس، مش شكل ماشي، واحد. احنا قلنا ان هما تو شيبس، وقلنا قسمناهم في 1 وفي 2. ركز بقى شويه عشان تعرف انا بقول ايه، كل واحد يركز عشان يعرف انا بقول ايه. انا قلت ان احنا هنجيب في 1 وفي 2 وان هما تو شيبس، دي معلومه قلناها خلاص. احنا دلوقتي بنجيب الفي 1 اللي هي بتاعت الشيب ده. عشان اجيب الشيب ده لازم اعرف ال 3 dimension بتوعه اللي هما مين؟ length width height. طيب انا عرفت ال height هنا 5، دي واضحة اهي ال point لغاية هنا ب 5. طيب عايز اعرف ال length وال width، ابدأ اعمل ايه؟ ابص كده حواليا. طلع طب ما ده ريكت انجل يا تيتشر اهو، يعني h two opposite side are equal in length. طب عندي منهم 8 والكبيرة خالص ب 20، اعمل subtract 20 minus 8 remainder 12، فهيكون ال side ده equal 12. اوكي مس، يبقى بقى عندنا، عرفت جبنا ال 12 منين ولا لسه؟ عارف مين مش عارف جبنا ال 12 منين يا جماعة؟ عرفنا كيف ده تشور ازاي عشان اتو سكس. عملنا 20 minus 8 فدت لنا 12. طيب وبعدين يا مس؟ يبقى انا عرفت كده ال length وال width وال height equal the same equal 5 else. So we multiply v equal length time width time height. Time height ال v equal l equal 12 وال v وال width equal 5 وال h equal 5. Multiply 12 time 25. 5 or 5 by 12 equal 60. 60 time 5 equal 300. فتكون equal 300 كوبيك سنتيمتر. هو ده كده الانسر بتاعي؟ لا، انا كده جبت الفوليوم for the first shape. طيب خلينا نجيب V2. قول يا يوسف معايا V2 نجيبها ازاي؟ أدن عندك ولا لسه يا محمد؟ عامل قلق انت. ما انا هو فاضل له 5 دقايق او طيب 10 دقايق. اوعدك ان احنا هنخلص على الأذان، يلا بينا. ها V2 هتبقى هنعمل 6 باي 8 باي 2. تمام، حلو قوي. 6 باي باي 8. 2 لا خد بالك by خد 8 بالك، equal 94. 94 by 2 9 by 2 استنى equal بس لحظة 18. 8 لحظة فرق. واحدة. طب لحظة واحدة بس، احنا عايزين نعمل 3 dimension. انت قلت ان ال height equal 6، طيب و ان ال width equal 2، ده كلام جميل. طب ال length انت ليه خدت ال 8؟ ما خدتش ليه ال 20 كلها؟ ال 80 بتاعت البارت ده. لا انا عايز اللينش كله، فاللينش كله ايكوال كام؟ 20 ايكوال 20. So you will multiply 2 by 6 equal 12. 12 by 20 equal 2 by 0 equal 0 و 1 by 2 هتبقى equal 12.
20. 12 باي 20 equal 0 و 2 باي 12 equal to 240. اهو قلنا ايه احنا ايه، ثواني بس انت عملت multiply غلط. اهو تاني ال v2 equal 6 time 20 time 2. طيب 20 time 2 equal 40 by 6، ما هي صح، 40 by 6 equal 240 صح. طيب سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر، عايزين بقى نحسب ال total volume. total volume ال total volume هيكون equal ايه؟ ها التوتال فاليوم هنعمل بلس، بلس لمين ومين؟ 240 بلس 240 فاضل بلس، 9 دقايق، نعم حبيبي، فاضل 9 دقايق والمغرب بيقدم لا إله أخيرا. إلا الله يا محمد يا حبيبي ركز. V1 بلس V2 فهنقول 240 بلس 300، ولا حد مركز معايا، هتكون equal 540 الهامس كيوبويك سنتيمتر. ودي أطول مسألة ممكن تيجي لك في أي امتحان، اللي هو عايز منك إيه؟ قلنا to find the volume for complex shape أو compound shape، اللي هو إزاي نجيبها. ها قلنا هنعمل add لل two shapes V1 and V2، V1 and V2 اوكي. طيب فين هنا ال V1 equal، ال V1 equal what؟ V1 قلنا اللي هو equal 12 times 5 times 5 times equal to 300 cm cuboid، وال V2 هتبقى equal 240. ايوه هنعملهم الاثنين بلس هيبقوا 540. حد سمعني؟ ألو، احنا كلنا سامعينك يا محمد يا ناصر، برافو. طيب how to find the volume، هنا قلنا هنقسم يا يوسف خليك معانا V1 and V2. ها V1 equal length time width time height، فين هنا اللي ال length equal، اه خد بالك ال length يا مس اهو equal 5 plus 4 so it equal 9، 9 by 6 by 4 ادي ال length width height، length width height ادي ال length اهو عايز equal أسأل سؤال 5 by 4 بس، نعم، واحنا مس بنجمع ديت يا مس ودي ما علشان بيعمل نعمل الخط 9 كله بعدين 9 هو تايم 6. يا حبيبي، ما هو انا عايز اعرف اللينس كله. طب انا هعرف اللينس ازاي؟ من الحتة اللي قصاده اهو، اللي قصاده كام كلهم؟ 5 اه و 5 صح و 4، ما انا مش عارف اللينس اهو، مش موجود ايوه مكتوب. طب تمام ريكت انجل مش اتش 2 اوبوزيت سايد ان ذا ريكت انجل حلو از ايكوال، اه ايكوال فعلا، فهمت. هنقسم منهم بلس، فعملنا هنا ايه بلس. طيب يلا بينا، ها فهنقول والاثنين اللي انا عملت عليهم سودوما هيبقوا 5. ماشي 9 باي 5 باي 4 ايكوال 20، 20 باي 9 ايكوال 180 كيوبويك سنتيمتر. طيب دي واحدة، لو قلنا نجيب ال V2 نعمل ايه to find the V2؟ ها ال V2 نعمل فيها ايه؟ بس اقول انا هاي بس
بس اتفضل. مش صورة المية تمس طالعة من هنا، فمش شايفين حتى الجزء ده يلا الفي تو ايكوال. يلا يا يوسف اتفضل. هتبقى الهايد فور، الهايد فور الهايت، ثانية واحدة بس، ثانية فايف واحدة، فايف ثانية واحدة يوسف، ثانية واحدة يوسف، ثانية واحدة عشان احنا ايه نبقى شايفين كويس. يا رب يا رب. يا رب يأذن عشان نخلص من محمد ناصر. يلا يوسف اتفضل. ها التاني هيبقى الهايت فايف، الهايت فايف، عرفت منين ان الهايت فايف؟ لا هو ده لو انت اخدت انا بالك هتلاقي شكله كيوب. لما هو كيوب يبقى all dimension is equal in length or each equal in length. فلو عرفنا ان هنا 4 يبقى اكيد هنا في ايه؟ ها 4، يبقى هنا برضو في 4 ايه؟ باي 4 باي 4 برافو، يبقى ال V2 equal 4 8 time 4 time 4 equal 16 by 4 16 باي 4 6 4 6 equal 7 64. 24 64 equal 64. ما هو 2 by 16 equal 32. 32 by 2 equal 64. اوكسيويك سنتيمتر. طيب لو احنا عايزين نجيب التوتال بقى، نعمل لهم بلس برافو، فهنقول ايه 180 plus 64. 4 plus 0 equal 4. 6 plus 8 كده equal بس يا مستر عشان افتكر، بس احنا عملنا 6 تايمز 9 صح؟ times 9. ايوه 6 times 9 times 4 ده ال V1 اهو، 6 تايمز 9 تايمز 4 الحمد لله اهي موجودة فوق اهي. كده سبت المعلومة. 6 جبت منين 6؟ امال احنا خليناها هنا 5 ازاي يا جماعة؟ طب ثانية واحدة، لا هي المفروض 6. ها 6 أنقص ال المفروض ان هي 6 times 9 times 4. انا اسفة انا مش عارفة شفتها 5 ازاي. طيب فهنيجي نعمل هنا ايه 4 by 9 equal 36. 36 by 6 equal 216 cubic centimeter. فناخد 216 plus 216 plus 64 plus 6. ايكوال هتبقى، بس حضرتك تكتب الرقم كده بس، هتبقى زي مثلا ما حقش اقول حاجة. هتبقى 280 كيوبيك سنتيمتر. ما تقولش حاجة، يلا روح افطر يلا. اوكي لسه مش بعت، مش قادر، فاضل دقيقتين دلوقتي. طيب انا بس عايزة اكمل الحصة مش هقطع. ماشي كويس ان انت عايز تكمل حصة، ده كلام جميل. يلا بينا ناخد اكزامبل هنا. يلا ها خلينا ناخد الاكزامبل ده نعمله مع بعض اهو. ناخد اللي في اليمين. مين هيقول؟ قول بقى محمد ناصر بسرعة. هنكتب هنا ايه؟ أخيرا بسم الله، ده في 1 وده في 2. أصغر بس خط القلم عشان كده كده أهو، في 1 وفي 2 نخلص منهم. بعدين هنعمل دي أكيد دي 14 ودي 4، يبقى بالراحة أكيد دي بس، هتبقى 4، يبقى دي هتبقى 10، يبقى دي دي هتبقى هتبقى 10. برافو شاطر. طيب في يبقى تبدأ بفي 1 الأول. 3 تايمز 5 انت هتجيب تايمز 10 في 2 الأول ايه الألجور بس. V2 الأول؟ أيوة، ما V2 3 ماشي سهل. ها 3 3 تايمز تايمز 5 تايمز 10 3 تايمز 5 تايمز 10 تايمز وات؟ ما انت قلت تايمز 10 10. ما أنا لسه قايل يعني عمال أقول. عليكم السلام، ازي حضرتك عاملة ايه؟ مش رانا. استنى بقى، اكل 150 المسألة عشان المغرب قرب يأذن.
بعد في 1 بقى هتبقى 4 تايمز 4 تايمز 4. فهنقول هنا 150 طبعا كيوبيك سنتيمتر. نعم عايزين نجيب V1، يلا بسرعة. 4 تايمز 4 تايمز 4. أيوة 4 تايمز 4 تايمز 4. أهو أنا إيكوال، إحنا كنا حالين مسألة كده 280. لا لا 264 64 بس.